وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. تفضل. الله يحفظك. هاي تحديدا اللي ما بعرف اردها، شو بينرد عليها امجد؟ شو هي؟ وانت بصحة وسلامة؟ وانت بصحة وسلامة. هي انتهت هون. انتهت. طبعا نورتنا وعيد اضحى مبارك عليك وعلى جميع احبابك. كنا قاعدين قبل شوي بنحكي عن الاكلات اللي هي بتترأس عيد الاضحى، وخصوصا معروف انه هذا العيد عيد الاضاحي وعيد زي ما بيقولوا عيد اللحمة. احكي لنا اول شيء عن الذبيحة في عيد الاضحى، شو هي الاساسيات اللي لازم نمشي عليها لاختيار الذبيحة السليمة للتضحية؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ارفع ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه، وجميع الشيوخ وجميع الاولياء العهود وجميع الشعب هذا الطيب والناس المقيمين على هالبلاد الطيبة. طبعا بخصوص الذبيحة، الذبيحة لازم في اشتراطات لهالذبيحة هذه، ان الذبيحه هاي تكون طبعا سليمه من كل العيوب وما يكون فيها اي عيب، يعني عشان انها هاي الذبيحه تكون من اساسيات مؤهله لعيد الذبح. للذبح نعم. طب حلو. كمان الاكلات بقى، كلمنا شوي عن الاكلات. شو الاكلات؟ الاكلات المشهوره يعني في البيوت الاماراتيه اللي يعني مثلا الفطور خصوصا. لا الفطور مثلا الاكلات المشهوره في البيت الاماراتي. طبعا الاكلات هي الاكلات القديمه اللي هي مثلا البلاليط، الساقه والخبيص، الهريس، المحروق صبعه. الله. هاي الاكلات القديمه. الله على الهريس. هي نعم. الله على الهريس. نعم. طيب بخصوص الوجبه الرئيسيه الغد، شوف راح نكون واضحين مسعود. نعم. ما في حد يدقق كثير على الفطور العيد، انتم يعني بالامارات يعني كل واحد بيزور الثاني وبيه بشهبشة من الفوالة وخفيف خفيف عشان يخلي مساحة للغدا. أكيد. صح؟ أكيد. طيب الغدا شو المتعارف عليه مثلا؟ غوزي ولا برياني ولا مكبوس؟ شو الوجبة اللي المفضلة اللي ماشيين عليها؟ طبعا عيد الفطر يختلف عن عيد الأضحى. نعم. عيد خاصة العيد الأضحى هذه الناس يعني تعتبره يعني غير عن باقي الايام العاديه. معروف عيد الاضحى هو عيد اللحم وخاصه اللحم المشوي. يا سلام. هي نعم، هذا عندنا يعني ظاهره عندنا معروفه في الدوله ان لازم قبل يعني قبل ما تذبح عاد ان انت عندك غداك هذا مشوي خلاص، يعني مشوي لحم من غير البهارات العربيه وهذا والاشياء الطيبه، وانت تعرف كل بيت ما يخلى من مشوي لحم. يعني لازم اليوم نروح نشوي. هي لازم مشوي لحم عشان يكتمل العيد. طيب. بس بنخلص بنروح نشوي. حاضرين. انا بس بدي اسال عن شغله يمكن احنا موجوده بعاداتنا وتقاليدنا اللي هي الكبده، القلب وهي الاشياء بنطبخها يمكن او بنعملها بالفطور، هل هذا الشيء كمان موجود هون على الفطور ولا بتعملوه بطريقه ثانيه؟ لا. مع الغداء على العشاء؟ لا موجود عادي الطريقه اللي انت تسووها، هاي مثلا حنقول مثلا ناشف كبود، هذا عندنا شيء يستوي. بس نحن ايضا بعد يمكن في عندنا هنا في الامارات طبعا نحن نقدم الكبده كامله على جنب الذبيحه هذه. جنب الذبيحه قطعه الذبيحه تكون ما تكون مثلا مقطعه، نقدمها بشكل متكامل على الصينيه. يا سلام. تكون ايما شويه محمره بالضبط، تكون هي محمره دايركت. اي نعم. حلو. على فوق العيش. في اكله قلت اسمها المحروق اصبع. اي محروق صبعه. شو يعني؟ هذه طال عمرك اسمها حلوة. هاي تنعمل مع الخبز وعقب تحطيها توفر يا دياي يا لحم. بس هاي مش للعيد، هاي لا. هاي لا الايام العادية. طب احكي لك انا بقى شوية على الاكلات بتاعتنا احنا يمكن تعرف منها حاجة. الرقاق باللحمة. مكرونة بشاميل. رقاق باللحمة؟ والله هاي ما اعرف لان بس بتعلم. شوف مسعود عشان اعطيك الزبده منا ما شاء الله بتحب تجرب. اوكي. فاكيد واحد يمكن واحده من صاحبات دي كويسه قوي. جربي الرقاق باللحمه. طبعا معلش يمكن لان الاكل كثير مفرومه، بس بحط لحمه مفرومه مش لحمه شقف. نعمل لحمه مفرومه بالعكس كثير طيب. والرقاق بيختلف من الرقاق الاماراتي من الرقاق المصري. ايوه. وكمان الفته، فته اللحم. لا الفته وفته الحمص اللي على وجهها اللحم المفرومه هاي عندنا، هاي اختصاصنا. كمان عندنا مختلف. كمان لحظه، فته مصر غير فته اهل الشام. اكيد. فته مصر هي شقف لحمه وخبز ومرق تبعون اللحمه.
أيوة. فتتنا إحنا غير، إحنا فول وحمص وصنوبر و... شو في شيء على نفس النسق مش موجود حلقة وصل. طيب إيه كمان في موجود على نفس النسق من هاي الأكلات مثل الفتة مثلا؟ والله يمكن إحنا عندنا مثل الغوزي يتقدم بعد على شكل خبز. نعم. على شكل خبز، فيمكن مقارب لهذا بعد تقريبا شيء بسيط. منه. نعم. في 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 صلح لي المعلومة مسعود إذا كانت معلومتي خاطئة. فضل. الغوزي اللي هو ذبيحة كامل بدون تقطيع صح؟ هنا. أما المكبوس مثلا اللي هو من فئة الكبسة بتقطعوا اللحم. يا تكون طبعا نحن اللحم عندنا يا نقطع اللحم يا يكون لحم عربي اللي هو كل لحمة بتكون كاملة. أما الغوزي يفترق، لازم الغوزي تحشي الذبيحة من جوا. تحشيها بحشو وهذا عقب تحطيها على تقدمها على الصينية متكاملة. طب مسعود أهم شيء بعد ما احنا نقوم بذبح الأضحية طريقة غسل اللحمة الأمهات اللي تقوم بها في البيت، التتبيلة، البهارات اللي انت بتنصح بها انها تستخدم خاصة بعد ما تكون اللحمة فريش لسه مذبوحة. طبعا الحين البهارات تنوعت، كل دولة لها بهاراتها، ونحن الإمارات طبعا بهاراتنا رواحنا بعد، لكن بأمانة يعني نجيب بهارات من الخارج. يعني خاصة عندك بهارات الهند، بهارات الهند من أفضل البهارات. أكيد طبعا والله العظيم. ذهب أسود. أيوة ذهب أسود. هذا هو أصلا تتغسل مثلا، أنا بعرف في ناس تغسلوه مثلا بالملح. وأنا كمان اللحمة اللحمة نغسلها بالملح ونغسلها بالخل. أيوة. ونغسلها بالليمون عشان تخوز ريحة الزفر هاي كلها. بالزبط. عشان الواحد يومي طال عمرك يأكل بشراهة. وأهم شيء طبعا الواحد يبيض وجهه قدام ضيوفه اذا كان في ريحه زفاره او زنخه. اكيد كونك بطلوا ياكلوا اللحم. اكيد كونك انت شيف في اماره الفجيره ودوله الامارات لازم انت تبين للناس سايكلها انك انت قاعد يعني قاعد توصل هذه الذبيحه بشكل طيب. طب يا شيف لحظه، كعك العيد بقى والبسكويت والسجات والحاجات الحلوه دي، ايه اللي عندكم انتم مشهور؟ يعني احنا عندنا مثلا في مصر عندنا الكعك، البسكوت، الغريبه، مش عارفه تعرفها ولا لا؟ تعرف الغريبه؟ ايه كمان عندنا؟ ايهاب هذا الطويل هيك شو اسمه؟ الفايش. شو اشهر يمكن الماكولات قصدها منا؟ الحلويات الحلوه المخبوزه. اسهل عليكم مسعود، انا لما ادخل مجلس، اذا انا مواليد الامارات، لما ادخل مجلس امجد هبش هبش يلا من الفواله، موجوده الفواله، لكن يمكن نحن مثلا او غير الاماراتي اللي جاي من جديد ما بيعرف هذا شو، هذا شو او شو مكونات الفواله الاماراتيه الصباحيه في العيد. صحيح. فياريت لو تتفضل تشرح عنها. طبعا الفواله الاماراتيه الصباحيه اللي هو مثل ما تفضلت وقلت لك انا من البدايه، اللي هي القيمات، الخبيث، البلاليط، الساقو. بدنا بس كل شيء من اللي قلته وكيف يعني شو هو عباره عن شو. أيوة. والله مكونات وايد. طبعا في ناس مثلا تسوي لك مثلا البلاليط اي كلام، ولكن الشيف اللي هو شيف مثلا يحط له اضافات او يوضع له لمسات. شعرية مع بيض، هاي البلاليط. البلاليط في بلاليط مع بيض، وفي بلاليط عادي، وفي بلاليط الناس هاي الحين ما قاموا يسووا لان هذه شغله قديمه بحت، اللي هو البلاليط وعليه بصل محمر من فوق. هذا للحين موجود في ابو ظبي والعين. نعم. اما عندنا اما الحين هنا عندنا احنا الناس هذه نسيت الاشياء القديمه، فهذا من الاشياء القديمه اللي هو مثل ما قلت الساقو. انا عارف الساقو بعد خطير. هو شو بس المكونات هاي انت تضيف عليها، شو تضيف عليها؟ المي ورد، الزعفران، الهيل، عشان انت تعطي نفس طيب وريحه طيبه. طب بس احكي لنا اكثر عن الساقو كيف بينعمل، لانه احنا يعني ما مرق علي، مع اني انا مواليد دوله الامارات بس ما مرق علي بصراحه. الساقو كل الاكلات الا الساقو. الساقو طال عمرك اول تحضري طنجره مثل ما تقول انت، ونحن نسميه قدر. اي قدر صغير وانت تسموه طنجره. القدر هذا تحمسي سكر. اوكي. بعد ما تحمسي السكر هذا زيت تحطي عليه ماي، يتغير لون السكر للون البني البراون، يعطيك لون براون. فمن بعد ما يعطيك هذا اوريدي ساقه، وهذا قمح لون ابيض. بعد ما تغسله وتشخله توضع هذا الحبات هاي البيضه في السكر مع الماي هذا. عقب قاعد بس اللهم الدوره بس يطلع لك مع الحب هذا يطلع لك مثل الحلوه. نعم.
وانت تضيف عليه عاد اللهم بس المي ورد والزعفران وكان الله غفور رحيم واضرب بالخمس. يا سلام على فكره شوف انت جوعتنا يا مسعود وشكلك بيجوع اكثر يعني. الله يحفظك يا رب. راح امسكك في العيد واقول لك تعال حياك الله مره نروح نشوي مع بعض ونسوي ساقو والجيمات. حياك الله في المطبخ عندي ولا حتى في البيت. فين مطبخك يا مسعود؟ انا عندي مطبخ في الاماره الفجيره فريج بيت يدو. يا سلام حتى الاسم اسمه ايه فريج بيت يدو حلو. وفي عندي ايضا في مضب حطب وجمر. حطب وجمر ايه. نعم. فانا من بعد ما ظهرت في ساحه الفجيره باني انا شيف وهذا قال يا شيف ليش ما تنوع انت عندك ما شاء الله البرجر مثلا الباستا الوافل الكريب. قلت انا يعني دائما مع اشياء قديمه. نعم. قال لي عم حضر نفسك خلاص بلا اشياء قديمه خليك بعد شويه مع المواهب الجديده هاي اللي مثل الحين تعال صور وروح. نعم. اطلب صور الحين هذا الماشي عندنا احنا. نعم. فقلت له مع حشرا مع الناس عيد. ففتحت فهد كافي اند سويت في الفصيل ما شاء الله. هي الحمد لله فهد كافي اند سويت. طب احنا بعد الحلقه يا جماعه راح نعيد عندك فاتحين. نعم فاتحين هنا. حياكم الله في وقت وانتم شرف لنا. شوف اذا جيناك لازم انت تسوي لنا حاضرين نصورك تقرير كامل. والله فالك طيب. والله هذا شرف لي شرف. الله يخليك. وين تعلمت بامانه هذه الهوايه منذ الصغر يعني هذا شغف فيني انا منذ الصغر وانا اياه ما حد علمني. تحب الطبخ؟ احب الطبخ وسبحان الله عليك يا رب. هي بدت من الاسره الصغيره المنزل الصغير عقب انتشارا للساحه الخارجيه يبدو انك ما بتاكل من اكلاتك. لا 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 انا ما بقول لك على الهوى انا كيف ضعفت لان اخاف ممكن الناس تقول لا انا كنت يمكن كان وزني 120 ما شاء الله. ما شاء الله. إيه. من وراء الاكل من وراء الاكل فعملنا لا معناته اكيد حياتنا كثير. طيب مسعود اذا كنت طبعا ان شاء الله ما تحصلي شيف ضعيف لازم الشيف يكون مليان طبعا هو لانه بده الاكل. بس انا كمان بدي اسالك مسعود هلا لانك يمكن محط انظار العائله والكل بيعرف انك انت شيف وشاطر بالاكل اكيد بيطلبوا منك اطباق خاصه بالعيد بيقولوا لك مثلا مسعود بدنا هيك على العيد. والله معذبيني تبسط صح معذبيني ما بس العائله وبرا العائله يا سلام. شو الاشياء الغريبه اللي بيطلبوها؟ بس بامانه انا لبي يعني احتياجات الناس كلها عشان نرضيهم. والله اكيد اكيد اي نعم. الله يوفقك يا ربي. لو في البيت عندكم شيف ولا حاجه شغلكتي يعني لو بس لا بامانه يعني اوفر شغلي برا عشان اكسب المصاري ومخلي اهلي شوي. طب مسعود في سؤال بس عادي اسوي ربيعك؟ والله انا لي شرف يحصل لي شرف وبعلمك. يا سلام وبعلمك. هو طباخ ما شاء الله بنتعلم مع بعض. بيعمل بيض مسلوق كثير طيب. لا لا بيض مسلوق شاطر هذا بالطبخ. امجد كثير شاطر بالطبخ. الله انا امجد اعرفه من ايام الدراسه ترى يعني والله تعرف انه وكنت انا وياه اذكر نروح نادي الفجيره ونشجع شوفي كانت ايام نروح على طريق الباصات كنت دائما معاه كان صديقي ترى ايام دراسه صار مذيع ونسيت. طبعا مسعود يعني صديقي وطبعا ضيف صباح الخير يا وطن. الله يسعدك. بنتمنى لك التوفيق في مشروعك ان شاء الله يا ربي ومن تقدم الى تقدم. اكيد راح نزورك ونصور عندك تقرير ونعيش اجواء عيد حلوه. هلا رايحين نعيد عنده بالكافيه حياكم. بس نطلع بريك نشرب شاي ونرجع اكيد يلا